إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خلقه كاملا مكملا جميلا مجملا أتم الله به بناء الكون كله، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن الأخلاق لم تكتمل إلا بميلاده وبعثته صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في نص نبوي آخر: إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى له بيتا فجمله وكمله إلا موضع له حجر، فجعل الناس يقولون ويقولون: ما أجمل، لولا موضع ذيك الذي لو كمل لو وضع هذا الحجر لكمل البناء. يقول: أنا ذيك اللبنة فأكمل الله بي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الكون أيها الإخوة لم يكتمل صورة ومعنى وسلوكا وقولا وفعلا إلا ببعثة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. من هذا المنطلق تعالوا بنا أيها الإخوة نستهدف الذي بدأناه بالدرس بعنوان الفهم. أيها الإخوة، هذا المخلوق له الإنسان كما اتفقنا هو بابورة ما خلق الله، هو صفوة خلق الله لفعل من شواهد كثيرة، أهمها أن الله عز وجل جعل هذا الإنسان هو المخاطب بالتكليف، لم يكلف ملكا ولم يكلف حجرا ولا شجرا ولا دابة، كلف هذا الإنسان ثم خاطبه ثم كرمه. ولقد كرمنا بني آدم وسخر لهذا المخلوق وليس ذلك فقط، بل وأكرمه بالنعم. قال: وأسبغ عليه إيه؟ أسبغ من كلمة أسبغ، من صبغة الثوب، لما يكون الثوب له كذا ثم
لمين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لو كانت الملائكة أفضل يا إخوة من البشر لاختار الله تعالى أن يكون النبي محمد مالك الرسول كما زعم أهل مكة وكما طلب، لكن جعل الخيرية في هذا المخلوق لغالب ذريته، ثم جعل خيرة تلك الذرية محمدا عليه الصلاة والسلام. الشاهد الثاني أن الله تعالى جعل خيرة الكتب وأكمل الرسالات بهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكمله شكلا ومعنى وروحا وقلبا وقالبا وسلوكا وفعلا، ثم كمله بالرسالة اللي هي أكمل الرسالات والتي رضي الله لها أن تكون لنا، ورضي الله لنا أن نكون لها، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. إذا اتفق. طيب، ما علاقة هذا الكلام بالفهم أيها الإخوة؟ صلوا على الحبيب. هذا الإنسان ركبت فيه حاسة ميزته عن سائر المخلوقات، ما هي؟ العقل. حاسة الاستيعاب، أداة التفكير، أداة الإبداع، أداة المنطق، أداة التحاور والنقاش، أداة العلم. ولذلك علماؤنا السابقون رحمهم الله قالوا قاعدة ذهبية للفقه، قالوا أن العقل هو مناط التكليف. لذلك إذا أخذ ما أوهم أسقط ما أوجب، فالمجنون مثلا غير مخاطب وغير مكلف، ولو أدى العبادة لتقبل منه لأنه لا يؤديها كما ينبغي أن يؤدي. الصبي غير مكلف ولو أداها تقبل منه، لكن لا تقبل كما تقبل من العاقل. لما؟ لأنه لا يدرك سرها، لا يعرف قيمتها. فلو حج الصبي مثلا دون سن البلوغ لم يجزئه يوم ان يبلغ، يجب ان يحج مره اخرى. صليت على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اذا مناط التكليف هو العقل. عشان هيك مش صدفه الله عز وجل استودعه قمه هرم هذا الجسد البشري. العقل وين؟ في الرأس، والرأس سيرة الإنسان. فالجسد من غير الرأس لا قيمة له. تصور إن الفرق خاطئ، يعني. لكن بضرب الأمثال يصدق المقال. تصور لو أن الله عز وجل جعل العقل في يدك. عقلك تفكيرك في إيدك، ما قيمة الرأس؟ لا شيء. لكن جعل هذا الرأس والزينة هو زبدة الخلق، ثم استودعه الحواس كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في نص، قال: أنا النبي عليه الصلاة والسلام شبهه يقول: إنما أنا مثلي ومثل النبيين كما قال الرأس من الجسد. اللهم صل عليه. يا سلام. مقام النبي كما قال الرأس في الجسد، وجسد من دون رأس أين قيمته؟ لا تكتمل. طيب، هذا العقل أيها الإخوة من حكمة الله أنه جعله متفاوتا بين أبناء البشر. لا حكمة. صور هذا الفرق خاطئ. لو كل البشر اللي ربنا عز وجل خلقهم يفكرون بنفس الطريقة وينتجون عن نفس النتيجة لكان خلق البشر عبثيا، لم يكفي في الوحي الخاص، فباقي الناس مسافة. والله عز وجل لا يخلق عبثا. فمن علامة صلى الله عليه وسلم مرة
لو كان تفكير البشر كله بنفس المستوى وبنفس المنهج وبنفس الطريقة لكانت نتائجهم في التفكير واحدة على كل المسائل التي تعرضهم في الحياة. صح الحين؟ قولوا صح بالتفكير. إذا ما الحكمة اللي يخلق مليارات البشر؟ كم يخلق واحد أو اثنين أو ثلاثة كل نفس التفكير ونفس النتيجة؟ خلاص مش حاجة للآخرين. لا. لذلك نوع الله تعالى في الخلق ليس بالشكل فقط وإنما بالتفكير والفهم. حتى الأنبياء كانت أفهامهم متعددة متفاوتة. الدليل دليل العلماء قالوا لولا الدليل والإسناد قال من شاء ما شاء. يقول عنه في الفصل الآخر لكن دليل. صلوا على النبي اللهم صل على النبي. المسألة التي عرضت على داود وسليمان قصة طويلة ما جاءت لحد تفصيلها. مثلا في الرؤية في الفقه فداود حكم بشيء وجاء سليمان عليه السلام أيضا حكم ايش؟ بخلاف ما حكم داود. فماذا قال القرآن الكريم في هذا الحكم؟ ايش قال؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يا سلام. يعني داود حكم بشيء بناء على علمه وسليمان حكم بشيء بناء على علمه فزكى الله حكم سليمان على حكم من؟ على حكم داود. فأصاب سليمان وأخطأ داود. هل هذا وارد؟ طبعا القرآن الكريم فهم وشرح لنا. هذا لا يعني أن داود لم يعتش به بالعكس أبدا وحاشاه ولا يعتريه النقص في الفهم ولكن هناك الفاضل وهناك المفضول هناك الحسن وهناك الأحسن هناك الفهمان هناك الأفهم. صليت على الحبيب اللهم صل عليه. لذلك الأنبياء كلهم متفاوتون. جعل الله ومكانا وفهما خاصا به واحكاما وشرائع خاصه به. لذلك كان يبعث كل نبي يؤكد ما قبله ويجدد في المنهج. مثلا هذا عيسى عليه السلام لما ساله بنو اسرائيل من اجل ماذا بعثك الله معنا موسى؟ فما الداعي الى ذلك؟ قال انا رسول الله اليكم يا بني اسرائيل يا عاد انا رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوبه يدي الامان الزمن مصدقا. نعم موسى نبي والتوراه صحيحه ولكن جئت انا مصدقا لموسى اي مرحله انتقاليه ومبشرا. اسمع يعني هو في الماضي وبالحاضر وايه؟ في المستقبل ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. قالوا طيب الدليل اراه بالمعجزات فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الله اكبر. انتم طلبتم فحولوا لسحر وفعلوا ما فعلوا بعيسى عليه السلام. النبي اللهم صل عليه مرة يخرج على أصحابه الكرام يتحدثون في مسألة فلما وصل عندهم سكتوا أدبا. قال لما سكتتم؟ بما كنتم تتحدثون؟ قالوا كنا نتحدث عن الأنبياء ورسول الله. قال وماذا كنتم تقولون؟ اسمعوا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا كنا نقول ابراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله وعبده
كل واحد له مقام، كل واحد له رتبة، ليس بالفهم فقط بل بالشكل والعلم والسلوك. ما أردت أن أصل إليه من كل هذا يا إخوان، ديننا لو فهمناه كما ينبغي أن نفهم وكما ينبغي أن نفهم ما وصلت حال الأمة إلى ما وصلت إليه. من أهم تردي أحوالنا وسوء وقعنا أننا أردنا أن يفهم كل الناس ما يفهمه الشيخ. إذا كل الناس والعلماء والفقهاء والمؤلفون لم يقولوا بقول أنا معناته هم على كارثة، وممكن أحكم عليهم بالنار، وممكن أحكم عليهم بالردة، وممكن أقول حلال الدم كما يحدث الآن في واقع الأمة، مع العلم أن الاجتهادات نوعها الله عز وجل في مناطات التفكير ليدل على الابداع الخارق. من هنا نفهم ليش النبي عليه الصلاة والسلام يقول اختلاف أمتي رحمة. شو يعني اختلاف أمتي؟ يعني أنا أرى شيئا، أنت ترى شيئا، هو يرى شيئا، هي ترى شيئا، كل منا نصب في مصلحة الجميع حتى نصل بالتالي إلى إيه؟ إلى الإبداع. ومش بالضرورة أن نتفق في التفكير يا ولد، لا لا لا، ادرسوا صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام.
لذلك لما نحن يكون عندنا التفكير بيننا ويجوز لنا ان نختلف ويجوز لنا ان نتفق في الفروع والاخبار، والا لو اتفق العلماء في الفروع ما راينا عشرات المذاهب. حقيقه صلى الله عليه وسلم في مسلمين بالمكه انه بس اربع مذاهب في الاسلام، انتظار اربع مذاهب منتشره، لكن هناك عشرات المذاهب التي كانت وما زالت لكن لم تنتشر عشرات. من اراد ان يذهب فليقرا كتب الفقه يجد مئات بل الاف الائمه، وكل واحد له تفكيره، لكن عند الاصول وعند الثوابت لا مجال للاختلاف، وقبلوا بعضهم واستوعبوا بعضهم. ادرس حياتهم ستجد ان كل منهم تلميذ الاخر، ولكن شق له طريقان ومدرستان ومذهبا يختلف عن الاخر، وكان كل منهم يقبل الاخر. اما نحن يا اخوه علتنا اننا نريد ان نصبغ الناس جميعا ونصبغ انفسنا طبعا بفكر واحد، والا معناته السيف، أو كما قال ادعو الله أن تنفوه من فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حتى نكون أيها الإخوة واقعيين آخر، يجب أن نعلم أن من رحمة الله تعالى فينا أن الثوابت قليلة معدودة، وأن الفروع كثيرة. ليعطيك هامشا أكبر في حرية التفكير والإبداع. وكثير جدا من فقهاء القدامى جزاه الله خيرا، يعني لم يتركوا شاردة ولا واردة، أي شيء فرعي كانوا يختلفون عليه، وتجد عشرات الآراء في أقل المسألة وكلها صحيحة. طب ليه؟ بيجوا على حسب ليش الاختلاف جننونا؟ لا بالعكس، أنا آخذ ما يروقني وما يناسب نفسيتي. أنت كذلك ما تفهمه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من أصحابه قال يا رسول الله تشاكلت علي المسألة، اشتبكت الأمور، بطلت ما أعرف يمين وشمال، الناس زينا هيك يسألون، وين أنا؟ يا رسول الله اشتبكت علي المسألة. شو قال النبي؟ اللهم صل على النبي، كيف كيف؟ قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. طبعا الاستفتاء ما بيكون بالثبوت بالأشياء الأساسية، أنت ما بتروح تسأل شيخ أو إمام أو داعي ما رأيك في ثبوت الله؟ سؤال منطقي صادق، سألوا بالفروع ويعطيك رأي، قد تسألني أنا مثلا إنسان آخر يعطيك جواب بعكسه، اختر ما بدا لك، لأن هذا الدين يعني لين متكيف مع كل الظروف، ينفع لكل زمان ومكان ولكل العصور من حكمة ربنا فينا، لم يجعل الدين شديدا على الخلاف، حتى نهى عن التشدد. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم، خذوا عالخفيف. ثم ينصح قال ان هذا الدين متين فهو يجرب عالخفيف. طيب وهناك مسائل يا اخوان لا شك انها ثابته لا تشد الكلام في اصلا. هذا لا يعني انه كل شيء في الدين في عشرات الاراء وفيه قولان، لا يعني لان الناس بيكون شبيه نفسي بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام حتى نفهم يعني. في بعض الناس يفكر حاله فقيه واي مساله بيسالوا فيها ويقول لك فيه قولان، منهم من ايد ومنهم من عارض ولكل دليل وبيطلع منها. طيب يروى معك وقت ولا نفهم؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يروى انه
شيء يشار إليه بالمنام. طيب بعد الولد طبعا دراسة الأثر كانت السنة السنوات الطويلة اليوم كثير ناس 60,000 كلية صار يفهم شيء هبلة يعني يبعث أموال الأخ هناك ويبيع أرض يعني الأخ قد ايش يكون حريص على تعليمه ممكن يبيع حاجة ولكن أخونا بالله لم يتعلم الدين دار كما يقال على حال شعر الأب في البيت في القرية عنده كل ما تعرف مثلا للناس فقهية انقضت السنين وأمشك الرجل على العدل في صاحب من الشاب يقول له شو بتعمل إذا بدي أرجع على البيت سأجد أبي عام ضل وغل قال الخرج الضالي استقبلوني وفكوا منها شيخ الأصغر شو أعمل بعرف شي شيء قال له اسمع في كثير مشاهد بسمع الجمهور أي سؤال تسأله بجواب تقليدي اختلف العلماء منهم من أيد منهم من عارض ولكل دليل ومما يسأل كل هذه الجملة فضل تطلع منها هو بفكر غزير العلم روح الأخ استقبل استقبال الفاتحين جالسين في ديوان أبوه بعد ما أكله وطبعا ظبط أموره لا تقول لباس الأصل تعرف الأب مثل ابنه إذا حدا منكم يا جماعة عنده سؤال عنده مسألة تفضل الولد جاهز يعني منهم من أيد منهم من عارض ولكل دليله ما شاء الله هز الرؤوس مسير العلم الثاني سأل عن الحل قال له يا أخ اختلف العلماء في مسألة كتابة كبيرة صار في كلمة ونقص كلمة حتى الجواب ما يقول ايش يعني وهناك فيها أيضا ولها دليلها وهناك أيضا فيها عرضا وأيضا لها دليل وكل صواب الثالث الرابع في واحد يتلاعب مع جوش نكه هلا حكى علينا عميل لما وصل الدور عنده بطل